احنا اللي عملناه ايه لغايه دلوقتي؟ احنا من السيليكون عملنا سيمي كوندكتورز ال بي وال ان، عملنا منهم الدايت ونوعين من الترانزستورز. من الترانزستورز بنينا دوائر انالوج زي الامبليفايرز بانواعها، وبعد كده بنينا من السي موس ديجيتال سيركتس. تمام، ديجيتال سيركتس نوعين، كومباينيشنال وسيكوينشال. بنينا الاول الاول بنينا الدوائر الكومباينيشنال، وبعد كده بصينا على الميموري وبنينا البت بطريقتين. ستاتيك رام كان فيها 8 ترانزستورز وبعدين خليناهم 6 ترانزستورز، وبعدين قلنا في نوع تاني اللي احنا بنشتريه لما بنيجي نحط الميموري بتاعت الرام بتاعنا في اللابتوب اللي اسمها دايناميك رام. دي بتبقى عباره عن 1 ترانزستور بيستخدم كسويتش بيشحن او يفرغ ستري كاباسيتنس. فاحنا بصينا على نوعي الميموري ستاتيك ودايناميك، ونوعي الدوائر كومباينيشنال وسيكوينشال. هيتبنوا من بعد كده في السيكوينشال دخلنا بنينا اللاتشز والفليب فلوبس كلها. اما نيجي نبني دوائر الكومباينيشنال كنا بنبنيها باستخدام اند وور او ناند ونور وهكذا. حاليا ما حدش بيبني بالطرق دي، لكن هناك طرق اسرع. لو انا عايز ابني دايره كبيره فانا بقدر اكتبها على صوره سوفت وير، والبرامج اللي انتوا اشتغلتوا عليها اتش دي ال المختلفه بتروح مطلعه لي الهاردوير اللي اقدر يحقق لي الفانكشن اللي انا غذيته بيها. النهارده هنبص على حاجه اسمها بروجرامبل لوجيك ديفايسز، دي بقدر ابني منها الدوائر البسيطه وبطريقه سريعه. لو نبص على لو انا عندي ترم زي او فانكشن زي دي انا عايز اعمل ابنيها، دي الفانكشن بتاعتي دي عباره عن ايه؟ دي بتاعت ايه؟ اكس نور. لو انا عايز ابني الاكس نور دي الترو ستيبل بتاعتي. تمام؟ دي الترو ستيبل. انا عندي الفانكشن بتاعتي فيها 2 فيريبلز، لما اجي اعمل ترو ستيبل بيبقى عدد الروز اللي فيها 2 تو ذا باور ان 4، فبيبقى عندي 4 كولومز. كل واحد من الكولومز دول بيبقى له رقم، يعني اول واحد هو المينيمم ترم نمره 0. خدتوا الكلام ده؟ مينيمم ترم نمره 1، مينيمم ترم 2، مينيمم ترم 3. الفانكشن دي اكس نور عند مينيمم ترم 0 الفانكشن بتبقى بواحد، وعند 3 الفانكشن بتبقى بواحد، لكن عند 1 و2 قيمه الفانكشن بصفر. تمام؟ لو قبل كده الطريقه العاديه في بنائها كنت بجيب اور جيت ادخل عليها 2 انبوتس، واحد داخل من اند جيت دخل عليها الاي والبي، والثاني داخل من عند اند جيت دخل عليها اي بار وبي بار. كده بنيت الدايره بتاعتي. الطريقه اللي احنا هنبص عليها دلوقتي هنشوف الاتي. اول حاجه الاكس هي عباره عن بتبقى بواحد عند مينيمم ترم 0 ومينيمم ترم 3. تمام؟ فبقول ان الاكس بتاعتي عباره عن ام 0 زائد ام 3. لما ام 0 تيجي الاكس هتبقى بواحد، واما ام 3 تيجي الاكس هتبقى بواحد. الاقتصادي ده دلوقتي هو تركيب البروجرامبل لوجيك ديفايس بي ال دي الدايره بتاعته. لاحظ الاول ان عدد الانبوتس اللي انا هستخدمها في الدايره بتاعتي هو عدد الانبوت فيريبلز اللي في ترو ستيبل. فانا عندي في ترو ستيبل 2 انبوت فيريبلز A و B، فانا محتاج ان انا يبقى عندي بي ال دي على الاقل 2 انبوتس. الاثنين انبوتس دول بولد منهم الاي والاي بار والبي والبي بار. تمام؟ زي ما انتم شايفين اي واي بار وبي وبي بار. تمام؟ بعد كده
الدايره بتاعتي بيبقى لها الانبوت هو الاي والبي اللي فوق، والاوتبوت بتاعها هو اللي طالع من تحت. الاوتبوت في عندي هنا اربعه اوتبوت من اول او 0 لغايه او 4. الدايره الاقتصاديه دي تقدر تعمل اربعه فانكشنز، تمام؟ زي الاكس، اكس دي 1 فانكشن من ضمن الاربعه فانكشنز اللي اقدر اخرجهم في او 0 او او 1 او او 2 او او 3. واضح؟ اخدتوا الدايره دي قبل كده؟ طيب اوكي. الدايره فيها ما يسمى الاند اري. الاند اري هي مجموعه الاند جيتس الاقتصاديه. داخل عليها الكومباينيشنز المختلفه اللي ممكن تتعمل من الانبوتس، اي بار بي بار اي بار بي وهكذا. واضح؟ فدول عباره عن بقدر اسميهم ديكودرز، ستيت ديكودرز. خدت الكلام ده؟ ديكودرز، عارفين الديكودرز؟ فدول اللي بيتعرفوا على الاربعه ستيتس اللي ممكن اكونهم من الاي والبي. فاول واحد، اول ديكودر في الاري بتاعي هيديني واحد اما يبقى داخل اي بار بي بار. فالاوتبوت ده هيبقى واحد لما يتحقق اي بار بي بار. فدوت اللي بيديني واحد عند مينيمم ترم نمره زيرو، تمام؟ لو الاي بقت بصفر والبي بقت بصفر، اول اند جيت عندي هتطلع واحد. يعني كان هي هتبقى ترو لما ام 0 يبقى ترو. واضح؟ واللي بعدها ام 1 وبعدين ام 2 وام 3. طيب ده الاند اري. اذا الاند اري دوره ان هو يركب لي الام مينيمم ترمز المختلفه. بعد كده الاقي عندي الاور اري. الاور اري بتاعي عندي أربعة أور جيتس، كل واحد داخل عليها الأربعة مينيمم تيرمز، بس داخلين من خلال فيوزز اللي هي دي. هنا عندي في أربعة فيوز. فيوز دي أنا أقدر أحرقها أو أسيبها زي ما هي. لو أنا عايز أركب الإكس نور، يعني عايز الإكس تبقى بواحد لما يتحقق ام 0 او ام 3، خلاف كده عايز الاكس تبقى 0. وانا عايز اركبها في او او الواحده على الشمال. انا مش شايف هي او ايه. عند او 1 انا عايز اركب الاكس عند او 1. هركبها ازاي؟ هبرمج ازاي او 1 بحيث ان هي تديني الاكس نور؟ عن طريق ان انا اسيب فيوزس واحرق فيوزس. اسيب اني فيوز واحرق اني فيوز؟ تمام. هسيب الفيوزس اللي على الاطراف واحرق الاثنين اللي في النص. ففي الحاله دي لو تحقق ام 0 هتديني واحد تطلع تخلي الاور تبقى بواحد، او لو تحقق ام 3 الاور هتديني واحد. لكن لو ام 1 او ام 2 هم مش داخلين اصلا على الاور دي، فبالتالي مش هتديني واحد في الاول. اذا انا بالطريقه دي اقدر ابرمج البي ال دي بتاعي. واضحه الفكره؟ ايه ميزه الكلام ده؟ انك مش محتاج مكنه لحام وتقعد تلحم وتركب وتوصل اسلاك والكلام ده. واضح؟ طب ما احنا هنا بنحرق فيوزز. هو الحقيقه ان يعني دي اساليب قديمه، الاساليب الحديثه بتقول لك انا هنا في عندي سويتشز. سويتشز دي حاملها اون او اوف، عن طريق ان انا اجي على احط موس ترانزستور احط على الجيت بتاعته واحد يبقى ترن اون فيوصل، احط عليه زيرو يعمل تيرنينج اوف فما يوصلش. واضح؟ انتوا عارفين الفلاش ميموري بتكتب عليها حاجه بتخزنها، فده اللي بيحصل هنا. انا بخزن على الجيتس بتاعت الفيوزز، السويتشز اللي بتمثل الفيوزز اللي انا بخزن واحد او زيرو. بعد كده لو عملت سويتش اوف ورجعت عملت سويتش اون تاني، الواحد والزيرو متخزنين. واضح؟ طيب زمان كان في حاجه اسمها بروم
بروم جيتس. بروم جيتس ده في الميموري. البروم جيت كان في مكنه اسمها بروجرامر تبرمج بيها الواحد والزيرو دول، بس كانت بتتبرمج مره واحده تمام، وبعد كده اتطورت لغايه ما وصلنا للحاجه اللي اسمها دلوقتي فلاش ميموري، اللي بقدر اكتب واحد وزيرو وامسحهم واغير قيمهم تاني تمام. طيب الوقت بتاعنا بكل اسف مش هيسمح لنا ندخل في تفاصيل الميموريز، كان قبل كده بتدرس والفلاش ميموري شكلها ايه والكلام ده كله، بس الوقت معنا ده جاي. طيب ده تركيب البي ال دي، ودي طريقه برمجتها. في حاجه مش مفهومه؟ الصدمه دي هي دايره البي ال دي، وانا هنا الاحظ طريقه السكيماتكس بتاعت البي ال دي بتتعمل بالطريقه الاتيه. شايفين عدد الاسلاك اللي داخله على الاند جيتس وعلى الاور جيتس؟ لو انا عندي اثنين انبوتس اي وبي، على كل اند جيت داخل اثنين انبوتس تمام، وعلى كل اور جيت داخل اربعه انبوتس. طب لو كان عدد الانبوتس اربعه، كل اند جيت هيدخل عليه اربعه، وكل اوتبوت هيدخل عليه 16، فالعمليه هتبقى لبخه، الرسمه هتبقى معقده، فبالتالي رسمه الدوائر البي ال دي بتبقى بالشكل ده. يروح عامل داخل على الاند جيت بخط واحد، وما كان ما في سلك فعلا داخل، يروح عامل البابل السوداء اللي قصادنا دي. يبقى اذا الاند جيت اي بار بي بار، اول واحده فوق واصلة على البي بار والاي بار فقط، لكن مش واصلة على الاي ولا البي. واضح؟ مكان ما في دايرة سودة يبقى هنا انا عامل لحامي، الاماكن الاخرى مش واصلة. طيب فاحنا اختصرنا كده، بدل ما نرسم على الاند جيت داخل اربع اسلاك بقت سلك واحد، وجينا على الاور جيتس عملنا نفس الفكرة. قلنا ايه؟ انا عندي خط واحد هيفوت على ال 16، لو انا كان في اربع انبوت فاريبلز اي بي سي دي في الانبوت، كان هيبقى عندي 16 مينيمم تيرم، بدل ما ادخل على الاور جيت 16 خط بروح مدخل خط واحد، واللي هحتفظ بيه متصل بالاور جيت، بسيب الكروس اللي موجوده دي. الكروس دي يعني هنا في فيوز، لو الفيوز ده سبته يبقى انت موصل، لو حرقته الفيوز بيختفي. فبالتالي لو بص على او زيرو، ايه اللي وصل عليها؟ يعني الاو زيرو بتساوي ايه في المثال اللي قصاد؟ او واحد اي بار بي اور اي بي بار اللي هي ايه؟ اكس اور. طب الثانيه اي بي يعني اند. طب الثالثه زيرو، هتديني زيرو على طول. طب الرابعه هتديني واحد على طول. فانا اقدر اركب الفانكشنز بتاعتي بالطريقه دي. مفهوم الكلام ده؟ الهارد واير هم الدوائر السوداء، والاكس عباره عن انا اللي ببرمجها. طيب بي ال دي اركتكشر، في اكتر من نوع من البي ال دي. في حاجه اسمها بروم بروجرامبل روم. روم ايه؟ الروم باختصار لايه؟ روم ريد اونلي ميموري. اوكي طيب، فاول نوع من البي ال دي، البي ال دي احنا بنبني بيها ايه؟ بنبني بيها فانكشنز، لكن هنا بيسميها بروجرامبل روم كانها ميموري. ازاي؟ هنبص على الكلام. تاني نوع اسمه تال بروجرامبل اري لوجيك. النوع الثالث اسمه فيلد بروجرامبل لوجيك اري اف بي ال اي تمام. دول ثلاث انواع مختلفه. اول نوع هنبص عليه، اول نوع بيقول ايه؟ نفس اللي كنا بنقوله قبل كده، ده عباره عن دايره
الاند جيتس الانبوتس بتاعتها فيكسد، لكن الاور جيت بعمل لها بروجرامنج عن طريق الفيوزز اللي عليها الاكس الاقصادي. واضح؟ فبالتالي ده هارد واير، ده بروجرامبل. لو انا عايز اركب فانكشن زي او 3 بتساوي اي بي زائد سي بار دي بار، ركبها ازاي؟ هاجي على او 3 اللي فين؟ هنا في اقصى الشمال ولا في اقصى اليمين؟ مش باين. اقصى الشمال، تمام؟ وهبتدي ابرمج احط فيها اي بي. تمام، شكرا. طيب هنبتدي نبرمج، هنبتدي نبرمج او 3 عشان تحقق لي اي بي اور سي بار دي بار. هاجي على كل خط داخل عليه اي بي، كل خط، كل اند جيت داخل عليها اي بي هسيب الفيوز بتاعها، وكل اند جيت داخل عليها سي بار دي بار. يعني ايه كل؟ يعني انت عندك اي وبي هنا، بغض النظر بقى اي بار وبي بار ولا بي، اي حاجه فيها سي بار دي بار هسيبها، اي حاجه فيها اي بي هخليها داخله على الاور جيت، والباقي هعمل له احرق. دي التروث تيبل بتاعتي، دي التروث تيبل بتاعت او 3، شايفينها؟ مكان ما تلاقي واحد سيب الفيوز، مكان ما تلاقي صفر احرق الفيوز. واضحه قصادكم؟ دي التروث تيبل بتاعت او 3، دي او 3 فانكشن بتاعتها اهي، دي التروث تيبل بتاعتها. مش مصدق؟ جرب. طيب انا عندي التروث تيبل بتاعت او 3، عايز اركب الفانكشن او 3، اركبها ازاي؟ عند مينيمم تيرم زيرو، شايفينه؟ المفروض الاو 3 تاخد قيمه ايه؟ واحد. فاجي عند الاكس الفيوز اللي فوق ده واسيبه، تمام؟ طب عنده مينيمم ترم واحد، اكس الاو 3 بكام؟ يبقى اسيب اللي تحتي، اسيب المينيمم ترم الاكس بتاعت المينيمم ترم رقم واحد. واضح؟ مكان ما بتلاقي واحد بتسيب الفيوز، مكان ما بتلاقي صفر بتحرق الفيوز. يبقى لو انا ببرمج او 3 هتلاقي تطلع بالشكل ده. واضحه قصادكم؟ لا، واحد بسيب الفيوز عشان ساعتها يطلع الاوتبوت في الاور بواحد. نعم؟ سويتش اون في فيوز سلكه، لو حرقتها بقت الاوتبوت من الاند جيت مش داخله على الاور جيت، كانها اوف. اوكي؟ الفيوز اما بحرقه بفصل اللاين اللي فيه الفيوز عن الاوربيت، لكن اما بسيبه اللاين ده بيبقى داخل على الاوربيت. انا عايز او 3 تبقى واصله على انهي مينيمم تيرمز اللي مكتوب عندها واحد في التروث تيبل، فدول هاجي اسيب الفيوز بتاعته. مكان ما عندك في التروث تيبل زيرو احرق الفيوز اللي في المكان ده. فهمت؟ طيب طب هل تقدروا تشوفوا او 2 تقدروا تعملوا التروث تيبل بتاعتها؟ فيها كم واحد؟ فيها 2 وحايد عند مينيمم تيرم نمرة 6 ومينيمم تيرم نمرة
13. في حاجة تانية؟ التروث تيبل الاقتصادي دي بتاع التلاتة. أنا بسأل على أو اتنين. فيها كم واحد؟ اتنين. فيها اتنين مينيمم تيرمز، أنا سايب الإكس بتاعتهم، الفيوز بتاعتهم. عند مينيمم تيرم نمرة ستة، وعند مينيمم تيرم نمرة مش ستة؟ خمسة، أنا شايفها غلط. مينيمم تيرم خمسة ومينيمم تيرم 13. صح. تمام. طيب اللي بعدها واحد. فين؟ ثلاثة و 12. طب نمرة صفر. عندي حاجات كتيرة أوي. واضحة؟ مفهوم بنعمل إيه؟ طيب حد يقول لي كده بالعقل، هو دوت اقتصادي اكتر ولا ان انا اقعد اجيب اند اور جيتس والزقهم واوصلهم والحمهم والكلام ده؟ مين الاقتصادي اكتر، عملي اكتر، ده ولا القديم؟ ليه؟ لان ده برمجته سهله، هياخد وقت اقل، والمفروض ان الساعه بتاعت المهندس اغلى بكتير قوي من الهاردوير. المفروض. خلاص؟ فبالتالي انا وقت المهندس اوفره واجيب له حاجه برمجه بسرعه ويركب لي الدايره. ده حاجه. نمره اتنين، انا لما بعمل ماس برودكشن الحاجه بتقف رخيصه قوي. يعني لو انا عملت ماس برودكشن لل بي ال دي دي، هي بتتركب من ايه؟ شويه رمل، شويه سيليكون، فما بتقفش، ما بتقفش تكلفه، ما فيش الماتيريال، ما بتتكلفش حاجه، السعر كله في التكنولوجي. فبالتالي ان انا اعمل منها عدد كبير ما بتكلفنيش فلوس زياده. التكلفه بتبقى موجوده في ان انا اعمل اول قطعه، اقعد اعمل تصميم للدايره وبعدين اطبعها على ماسك، اعمل لها ماسك وادخله ويطبع منه اعداد من الاي سيز. الخطوات الاولانيه دي بتتكلف فلوس، بتتكلف فلوس كتير، واضح؟ لكن بعد كده عشان اعمل عدد كبير منها ما بتكلفش. طيب النوع الثاني اسمه بال، بروجرامبل اري لوجيك. تركيبه زي ما انتم شايفين كده. ايه الفرق بينه وبين اللي قبليه؟ الفيوزس موجود عند الاند، وعند الاور هارد وايرد. الدايره الاقتصادي دي فيه اربعه انبوتس، فبالتالي في 16 مينيمم تيرم، 16 اند جيت، وفي 16 لاين هيبقوا داخلين خارجين من الاند جيتس المختلفه. ادخل مين فيهم على الاور جيتس؟ اللي بيتعمل هو ان انا بوزع ال 16 لاين على الاور جيتس. زي ما انتم شايفين هنا 16 على 4، اديت كل واحد 4. وبعدين لو انا عايز اركب فانكشن بركبها عن طريق ان انا احرق الفيوزز اللي في الاند. واضح؟ فمثلا لو انا عايز اركب ال اكس اور، اكس اور اي بي بار اور اي بار بي، اركبها ازاي؟ اللي بيحصل ان احنا بنركبها بالطريقه الاتيه. انا عندي اللي داخل على او 3 هنا كم انبوت؟ أربعة. انا محتاج اتنين انبوتس والباقيين مش محتاجهم. اللي مش محتاجه هم هارد وايرد على الاور، يعني مش هقدر ان افصل، لكن ادخل عليه صفر بحيث انه ما يقصرش. تمام؟ ادخل على الاور صفر، جايين من الاثنين لاينز اللي من الاند جيتس اللي انا مش هستخدمه. الاور داخل عليها اربعه اوتبوتس من الاند جيتس، انا محتاج اثنين، واثنين مش محتاجهم. اللي مش محتاجهم هخليهم يخرجوا صفار على طول. ازاي؟ ان انا اسيب الفيوزز بتاعتهم زي ما هي. لو انا سبت الفيوزز كلها هتلاقي ان الاند جيت داخل عليه ايه وايه بار،
وبي وبي بار. طب ما هو A و A بار هتديك صفر، وبي اند بي بار بتديك صفر، فالاند جيت هتديك دايما لو انت سبت كل الفيوزز دايما هتديني صفر. وبعد كده في عندي تو لاينز انا عايز ابرمجه، واحد يديني A B بار، تاني يديني A بار B. الاولاني A B بار اعمل فيه ايه؟ افصل كل الفيوزز ما عدا اللي داخله من الـ A والـ B بار. والتاني افصل كل الفيوز ما عدا اللي داخله من الـ A بار والـ B. يبقى انا عملت تو تيرمز على اثنين اند جيتس، والاثنين التاني لغيتهم ان انا سبت الفيوز بتاعتهم زي ما هي. طب دول طريقتين مختلفتين للبناء. ليه في طريقتين؟ الطريقه دي هتبقى اسهل لو انا عايز اركب فانكشن زي A. اركبها ازاي؟ انا عايز A فقط. هنركبها على او 3 مثلا، او 3 دخل عليها 4 اند. هبرمج واحد منهم. ابرمجه ازاي؟ احرق كله واسيب الاند الاي فقط. لكن لو جينا نعمل الفكره دي في اللي قبلها، عايز اوتبوت يطلع ايه؟ حاجه على كل لاين واصل على الانبوت اللي اسمه ايه؟ واسيبه واصل على الاور جيت، والباقيين احرقه. هبرمج عمليه البرمجه في الحاله دي هتبقى متعبه اكتر. هناك واضح اللي انا بقوله؟ لو انا هناك وانا ببرمج الاور جيتس عايز او 3 تديني ايه، اعمل ايه؟ هاجي على كل ترم بيخرج لي ايه واسيبه واصل، وكل ترم مش داخل فيه ايه احرقه. فبالتالي هتلاقي ان دول 16 انت محتاج تسيب 8 وتحرق 8، انما في الثانيه العمليه ابسط. واضح؟ فبالتالي كل واحده منهم لها ميزتها وليها عيبها. طب حاجه ثانيه بقى، هو ايه كلمه روم اللي داخله معانا؟ يعني ايه روم؟ روم يعني ميموري، ريد اونلي ميموري. طب ليه بنقول على الاي على الدايره دي انها روم انها ميموري؟ ليه؟ بص هقول لك حاجه، احنا الدايرة دي نقدر نوصلها بدل ان الـ A والـ B والـ C والـ D هي الـ input variables والـ O3 لغاية O0 هي أربعة functions، أنا أقدر أوصلها على ان الـ A والـ B والـ C والـ D دي هي الـ address lines، والـ O0 O1 و2 و3 دول أربعة bits من memory. اوكي؟ فبالتالي لو انا كتبت على الاي بي سي دي 0، مين في اللاين، مين في الاند جيتس الاقتصادي اللي هيبقى اكتف؟ اول واحد، والباقيين كلهم هيبقوا اكتف. طيب لو اول واحد دوت انا كنت في اربع فيوزز، لو سبت اول فيوز وحرقت الثلاثه التانيين، الاوتبوت اللي هيخرج لي في او 3 لايت او 0 هيطلع شكله واحد صفر صفر صفر، تتقري رقم 8. يبقى اذا كاني انا اما بحرق فيوزز وبسيب فيوزز كاني بخزن ديتا في الميموري ووردز او الميموري لوكيشنز المختلفه. فاذا انا الاقتصادي دي اقدر اقول ان هي اربع فانكشنز كل واحد منهم داخل عليه اربع انبوت فيريبلز، او دي ميموري فيها أربعة أدريس لاينز، كل وورد فيها أربعة بت، وعدد الوردز هو 2 أس إن حيث إن عدد اللاينز اللي في الأدريس لاينز. تمام؟ يعني 16. واضح؟ فبالتالي الاقتصادي دي أقدر أبص لها على إنها ميموري، وأقدر أبص لها على إنها فانكشنز بركبها. واضح؟ طيب فيلد بروبابل لوجيك اريز دي بيبقى فيها الاند والاور، الاند والاور الاثنين بروجرامبل، فانت هتبقى برمجتها اسهل من اللي قبل. واضح؟ اعمل اللي انت عايزه بقى. تمام؟ بعد كده
الاثنين فيهم فيوز. اوكي؟ الكلام ده عمال بيتطور كل شويه. اللي موجود دلوقتي ان انت بتشتري دوائر كبيره مش بس بتعمل فيها كومباينيشنال، لا انت بتشتري دايره كبيره بيبقى فيها اجزاء زي الكومباينيشنال دي، واجزاء فيها كاونترز، واجزاء فيها ميموري، وتقدر توصل اللي انت عايزه على اللي انت عايزه عن طريق برمجه بزيرو واحد. فبالتالي تقدر تبني دوائر معقده جدا يبقى جواها عدد كبير قوي من الدوائر، وفي النهايه هو شويه رمل وتكلفته رخيص على اللارج سكيل بتوفر رخيص قوي. واضحه الفكره؟ تمام. طيب ده موجود في تشابتر 13 في التكست بتاع اللوجيك اللي هو كان اسمه ديجيتال سيستمز برنسبلز اند ابلكيشنز. اوكي دلوقتي هندخل على دلوقتي على الميموريز والكاونترز. الميموريز والكاونترز انتوا درستوا الكاونترز مش الميموريز، اسف، الكاونترز والريجسترز انتوا درستوهم كبلاك بوكسز مش كده؟ وعارفين هم بيعملوا ايه بس هم بيتركبوا ازاي؟ ده اللي هنحاول نبص عليه دلوقتي. أول نوع من الكاونترز عايزين نبص عليه هو اخفي اللي تحت بقى. طيب السيكوينشال ديجيتال سيركتس نوعين، حاجه اسمها سينكرونس وحاجه اسمها اي سينكرونس. ايه الفرق بين الاثنين؟ لا، فرق بين الاثنين في الكلوك انبوت واصل ازاي. اللي بيشارك وبيجتهد مشكور حتى لو غلط، احسن من قاعد ساكت. طيب بنقول السينكرونس سيركتس كل الكلوك انبوت بتاعتها واصله على نفس السيجنال، على نفس اللاين. كل الكلوك انبوتس واصله على نفس اللاين، لكن الاي سينكرونس ما بتحققش الشرط ده. واضح؟ يعني ايه؟ يعني انا عايز ابني كاونتر، الكاونتر ده بيتبني من الفليب فلوبس، كل فليب فلوب داخل لها انبوت اسمه كلوك. لو انا حبني الدايره دي سينكرونس لازم احقق الشرط الاتي، ان كل الكلوك انبوتس بتاعت الفليب فلوبس كلهم بيوصلين على خط واحد، نفس الخط. واضح؟ لكن لو الدايره بتاعتي اي سينكرونس الشرط ده ما بيبقاش موجود. واضح؟ هنشوف الكلام ده في الامثله اللي جايه. احنا دلوقتي عايزين نبني دايره اي سينكرونس اللي بتسمى الريبل كاونتر او اي سينكرونس كاونتر. انا الكلوك عندي اهي، وانا عايز الكاونتر بتاعي يعد من الشمال زي ما انتم شايفين، صفر واحد اثنين لغايه 15. لغايه كام؟ 15. معنى 15 انا مفترض ان انا عندي اربعه فليب فلوبس، فبيبقى عندي 16 ستيت من 0 لغايه 15. انا عايز اعد اب 0 1 2 3 لغايه 15، فقيم الاي والبي بتبقى زي ما انتم شايفين كده، والكلوك مرسومه فوقيها. السؤال هو امتى
كل انبوت بيغير الستيت بتاعته. كويس. الاي بتتغير على حسب الكلوك. درستوا الكلام ده؟ درستوا التركيب؟ اكيد بقى درستوه يعني، اذا كنتوا عارفين الكلام ده التركيب بيبقى كده. اخدتوه؟ اخدتوه. كويس. روحي راجعي، ما فيش وقت. اوكي. طيب لو انا عايز اخلي الكاونتر يعد اب، بوصل الـ A على الكلوك والـ B على الكلوك والـ C على الكلوك والـ D على الكلوك. لو انا عايز اعد داون بعكس. خلاص. ايه عيب الكاونتر ده؟ الكاونتر ده فيه عيب كبير. عيب كبير ايه هو؟ الكاونتر دوت الفليب فلوبس ما بتغيرش الاوتبوت في نفس اللحظه. ليه؟ اصل ما بين كل انبوت واوتبوت في ديلي، فبالتالي بلاقي ان الاي بتغير الستيت بتاعتها بعد الانبوت. شايف الكلوك؟ ادي الفولينج ايدج. بعد الفولينج ايدج بسيرتن ديلي الاي هتغير حالتها. وبعد الفولينج ايدج بتاعت الاي اللي هي متاخره عن الكلوك، بعد الفولينج ايدج بتاعت الاي ما تيجي تقوم البي تغير ستيت متاخره، فالبي بقت متاخره مرتين عن الكلوك، والسي هتبقى متاخره ثلاثه، فالديلي عمال يزيد. طب اقصى ديلي هيبقى قد ايه؟ الديلي بتاع الواحده في عدد الفليب فلوبس دي اخر فليب فلوب هيبقى عندها اكبر ديلي. واضح؟ وايه المشكله؟ ايه المشكله في الديلي دي؟ بص المشكله هتقدر تشوفها لو خدنا مثال زي ده. شوف الكاونتر بيعد في اللحظات المختلفه ازاي؟ يعني عند اول فولينج ايدج الاي غيرت حالتها بس بعد ديلي قدره 50 نانو سكند. تمام؟ هو اصلا الكلوك البيريود بتاعتها 100 نانو سكند. الديلي 50 نانو سكند. ديلي كبير بالنسبه للبيريود بتاعت الكلوك. فلو انت تبص عند اول كلوك وتقرا الاي بي سي تقرا زيرو، صح؟ ثلاث اصفار. بس في اللحظه التاليه عند الواحد ده تقرا ايه؟ 1 0 0. السي هي الموست سيجنفيكانت، يبقى ده واحد. طيب بعد الكلوك التاليه رجعنا قرينا زيرو تاني. طب ليه؟ عشان الديلي. واضح؟ مفهوم اللي انا بقوله؟ وبعد كده هتلاقي ان انت بتقول اتنين، هي دي اللي كانت المفروض تيجي بدل الزيرو، بس كانت متاخره. ماشي. بعد كده تقرا ثلاثه. كويس. بعد كده تقرا اتنين. وبعد كده تقرا صفر. ومش هتقرا. وبعد كده خمسة، مفيش أربعة. ستيت أربعة ضاعت. واضح؟ ففي الديلي هنا يعمل مشكلة، في إيه؟ حاجة زي هضرب مثالين. لو إحنا أنتوا عارفين إطلاق سفن الفضاء. ده بيبقى كاونتر بيعد عند كل عدة عملية بتحصل. يفصل السلالم وبعد كده يبتدي يعمل اجنيشن للمواتير وبعد كده يعمل الشيء الفلاني وبعد كده تروح يبتدي يطير خطوات متتاليه. كل واحد منهم مرتبط بعمليه معينه. يعني زيرو اعمل حاجه، واحد اعمل حاجه ثانيه. يروح راجع عامل زيرو ثاني. فده ممكن في حاجه حساسه تبقى فيتال، تبقى قاتله. ناخد مثال قد يكون اوضح شويه، غساله الاطباق. في حاجة اسمها تايمر أو كلوك. أوكي؟ تايمر ده كل ما بيعد عدة الغسالة بتنتقل للمرحلة التالية. فوليكن أنا مش حافظ المراحل إيه. أول مرحلة دخل مية، حد يصلح لنا لو قلت غلط. أول مرحلة يدخل مية وبعدين يدخل صابون وبعدين يبتدي يلف وبعدين معرفش في مرحلة من المراحل بيسخن.
اوكي. فلو في المرحله نمره واحد بيدخل صابون وبعدين يلف يعصر، المرحله اللي بعدها المفروض يدخل ميه وصابون ويسخن ويعصر، اظن كده يعني. فراح مدخل ميه والصابون وعصر، المفروض يطلع الحاجه، راح مدخل لك صابون، باظ الدنيا صح. فالستيت اما تيجي في غير مكان او بعد ما عصر راح ندخل ميه تاني، كل ده ما ينفعش. فبالتالي الكاونترز اللي زي دي مش في كل حاجه بتبقى صالحه، لكن لو انا ببني بيها ساعه اوكي، والستيتس اللي بتيجي في غير مكانها بتيجي لمده 1 ملي سكند، عينك مش هتلاحظها يعني، هينور حاجه غلط 1 ملي سكند، بعد كده بقيه الثانيه كلها بيديك الاجابه صح، تقرا الساعه صح، عينك مش هتلاحظ حاجه. فهنا ده ابلكيشن ما يفرقش معانا الريبل كاونتر، ان يكون فيه ما يسمى الريبلز، ريبلز يعني تموجات، حاجات بتحصل في غير مكان، او بيسموها جليتشز يعني اخطاء. واضح؟ انا في المثال الاقتصادي ستيت اربعه لم تتحقق، عشان اضمن ان كل الستيتس تحققت لابد ان الكلوك بيريود تبقى اكبر من ماكسيمم ديلي. ماكسيمم ديلي اللي هو ايه؟ الديلي بتاع كل وان فليب فلوب في عددهم، يعني هنا اربعه هنا ثلاثه، لو كل واحد 50 ملي سكند في ثلاثه ب 150 ملي سكند، بالتالي البيريود بتاعتي لازم تبقى اكبر من 150 ملي سكند. طيب ننتقل للنوع الثاني، النوع الثاني اسمه ايه؟ سينكرونس. يفرق ايه عن اللي فات؟ الكلوك انبوتس كلها واصله على نفس الحاجه. درست الدايره؟ اه درستوها. حاضر. ده ليه انا بعمل كده؟ ادي تركيب الدايره. الدايره دي بتتركب من عدد من الجي كي فليب فلوبس، واللي قبلها برضو كان بيتركب من الجي كي فليب فلوبس، واللي قبلها زي دي بتعمل توجلنج. الدايره اللي فاتت كنا حاطين على الجي والكي كلها وحايد، اوكي، وكنا بنتحكم في السيكونس اللي شغال بالكاونتر عن طريق الكلوك انبوت. اجيبها منين في الدايره اللي فاتت؟ يا اما من الاي والبي والسي والدي عشان يعد اب، او من الاي بار والبي بار والسي بار والدي بار عشان يعد ده، لكن ما كنتش بلعب في الجي والكي. هنا هنا انا مش هقدر استغل الكلوك انبوتس عشان اخلي الكاونتر يشتغل بالطريقه اللي انا عايزها، لانها سينكرونس، لازم الكلوك انبوتس كلها تبقى واصله على نفس اللاين. هتحكم في حركه الكلوك، الكلوك بيعد ازاي؟ عن طريق ان انا ابني الدايره المناسبه اللي داخله على الجي والكي بتاعت كل فليب فلوب. ف لو انا بص على التروث تيبل او التيبل اللي بتشرح لي شغل الكاونتر بيشتغل ازاي، الاحظ ان الايه بتعمل توجلينج كل ما بيجي كلوك ايدج، فهدخل على الجي والكي بتاعه الفليب فلوب، هدخل عليها ايه؟ الكلوك. هدخل على الجي والكي الكلوك. طيب البي امتى بتغير حالتها؟ كل مرة ايه بواحد، تو ما تديلي كلوك ايدج تروح البي مغيرة حالتها. هتلاقي الكلام ده بيتكرر دايما. واضح؟ كل مرة الاي بواحد بعدها اما دي كلوك ايدج تروح البي مغيرة حالتها. فبالتالي انا هغذي الجي والكي بتاعت البي هغذيها بالاي، بحيث اما الاي تبقى بواحد يبقى البي ريدي انها تعمل توجلينج، تو ما يجي لك كلوك ايدج تعمل توجلينج. طيب بالنسبه للسي نفس القصه، بس الاي والبي لازم يبقوا واحد، وبالنسبه للدي الثلاثه اللي قبلها، طب وبالنسبه للاي الاربعه اللي قبلها، وهكذا. تمام؟ الطريقه دي هتخلي الكاونتر بتاعي يعد اب. طب لو عايز يعد داون، مكان ما بتوصل الاي وصل اي بار، مكان ما بتوصل البي وصل بي بار. واضح؟
فده تركيب الكاونتر بتاعنا. سؤال: ماكسيمم ديلي قد ايه؟ 1 فليب فلوب بس زائد 1 جيت 1 اند جيت، ده نمره واحد. ما هو اصل انا تخيلوا ان انا الدايره خلاص وقفت والجي والكيل مختلفه خدت قيمها، تو ما بيجي كلوك، امتى اما يجي لي كلوك الاقي الانبوتس اللي على الفليب فلوبس ثبتت استقرت بعد الكلوك ايدج بقد ايه؟ بص اما الكلوك ايدج بتيجي بعد 1 ديلي هتلاقي الاي والبي والسي والدي غيروا الستيت بتاعته بعد 1 ديلي، بس انا الجي والكي اللي داخلين على السي والدي جايين من خلال اند جيت اضافيه، يعني مش واخدين الاوتبوت من الفليب فلوب اللي قبلهم، لا ده معديين كمان على اند جيت. فعلى بال الانبوت اللي داخل على الجي بتاعت السي مثلا على بال ما تستقر يبقى عندي ديلي في الفليب فلوب اي وبي زائد ديلي تاني في الاند جيت اللي بتطلع لي اي بي. واضح؟ فالماكسيمم ديلي هنا 1 فليب فلوب زائد 1 اند جيت. واضح؟ بغض النظر عن عدد الفليب فلوبس دي. واضح الكلام ده؟ اللي مش فاهم يسأل. هو ازاي الديلي عامل فليب فلوب بس؟ لما يجي لك في صح في عندي 4 فليب فلوبس داخل عليهم كلوك انبوت واحد، الفليب فلوبس كانوا مديني 4، اما يجي الكلوك ايدج يتحقق الاربعه في نفس الوقت بيغيروا الستيت بتاعتهم مش واحد ورا الثاني في وقت واحد، فعلى بال ما يغيروا الستيت بتاعتهم بياخدوا 1 كلوك ايدج بعد 1 ديلي. بعد 1 ديلي بلاقي الاوتبوت من كل فليب فلوب خد حالته النهائيه، الاوتبوت من كل فليب فلوب، لكن الانبوت على كل فليب فلوب زي ده. انا بعد 1 ديلي بلاقي الاي والبي استقروا على حالتهم النهائيه بعد 1 فليب فلوب ديلي، بس انا في سكتي ما بين الاي والبي والجي كي بتاعت السي في اند جيت تاني لازم استنى الديلي اللي جواه، فيبقى عندي 1 ديلي في الفليب فلوب 1 ديلي في الاند جيت. واضحه؟ سؤال: هو ليه اما جايبني الاند جيت اللي داخل على دي فليب فلوب مدخلها 3 انبوتس، ليه ما خدش الاي بي اللي طالعه من الاند جيت الاولانيه؟ عشان ما يزودش الديلي. تمام، كان ساعتها هيبقى قصادي 2 ديلي، فبالتالي عشان ما يزودش الديلي مبنيه بالطريقه دي. اي كاونتر ليه حاجه اسمها مودلس. ايه هو المودلس بتاع الكاونتر؟ ما خدتوش. مودلس هو عدد الستيتس اللي بيعدها، يعني لو بيعد من 0 ل 15 يبقى دوت مودلس 16، بيعد 16 ستيت. اوكي، هنا ده كام؟ ده بيعد 16 ستيت، يبقى ده مودلس 16. تمام. طيب لو انا عايز ابني كاونتر يعد لغايه 10 احتاج كم فليب فلوب؟ اربعه يعدوا قد ايه؟ من 0 لغايه 15. انا عايز اعد من 0 ل 9 اعمل ايه؟ اعمل 10 اعمل ريسيت. كويس، فالاقتراح اللي موجود هنا قصادنا بيقول لي سيبه يعد من 0 لغايه 9 وتو ما يقول 10 خد القط السيجنال اللي بتقول 10 واعمل بيها كلير للكاونتر بتاعك، يعني تو ما يجي يقول 10 يروح ماسك فايل صفر. واضح؟ هنا الكاونتر الاقتصادي ده فيه 3 فليب فلوبس، المفروض يعد قد ايه؟ من 0 ل 7 يعني مودلس 8، طب انا عايزه يبقى مودلس 6 يعني يعد من 0 ل 5.
ايزوموبيلس 6 اوف ترصد ستيت نمبر 6. تو ما تتحقق ستيت 6 تروح مسح. ازاي؟ ان انت تبني ديكودر الناند جيت اللي تحت دي تتعرف على ستيت 6. والستيت 6 تتكتب ازاي؟ من الموست سيجنفيكانت من الشمال السي تبقى بواحد، البي تبقى بواحد، الاي تبقى بصفر. طب هو هنا مدخل البي والسي فقط ليه؟ عشان انا كده لان اول مره البي والسي هيجوا بواحد هو عند الستيت 6. تاني مره عند السبعه هتكون مسحت خلاص. فانت مش محتاج تراقب الايه. واضح؟ البي والسي مش هيجوا واحد الا عند ستيت 6. فالايه مش هيفرق معايا. خلاص؟ طيب. الكلام ده امتى؟ وانا شغال اب. لكن لو انا كنت شغال داون لا ده كانت سبعه هتيجي قبل الست. فلازم افكر بطريقه مختلفه. واضح؟ طيب. التكنيك دوت بيستخدم مع الاي سينكرونس كاونترز مش مع السينكرونس كاونترز. يعني الكاونتر الاقتصادي دوت انهي نوع؟ ده ايه؟ ده سينكرونس كاونتر. ده سينكرونس الاقتصادي ده سينكرونس كاونتر لان الكلوك انبوتس كلها واصله على نفس اللاين. فمش ده الاسلوب الصحيح ان انت تعمل له تقلل المودلس بالطريقه دي. امال اقلله ازاي؟ طب ده استخدمه مع مين؟ ده استخدمه مع الايسينكرونس. ليه؟ اصل الطريقه دي فيها عيب انها هتطلع لك ستيت 6 لفتره زمنيه قصيره على بال ما تمسح الكاونتر بتاعك. ستيت 6 بتظهر فدي ممكن تعمل لخبطه. مش ده احسن حاجه. في ريحه غاز؟ في ريحه غاز؟ في حد عامل عملية إرهابية هنا يا جماعة؟ ماشي. حد يولع السجاير ولا بتاع ربنا يستر. طيب بنقول إيه؟ الأي سينكرونس كاونتر في جليتشز وفي ريبلز وخلاص ده مقبول يحصل معاه. لكن مع السينكرونس كاونتر ما ينفعش الكلام ده. طب أعمل إيه مع السينكرونس كاونتر؟ عشان اخليه يعد بطريقه مختلفه اعمل ايه؟ حد يقدر يقول؟ في السينكرونس كاونتر هنعمل ايه؟ الطريقه اللي احنا شرحناها دي هي مناسبه للاي سينكرونس كاونتر لان هو بيحصل فيه مشاكل بسيطه وبنهملها هتبقى واحده اضافيه ما فرقتش كتير. انما السينكرونس نعمل فيه لا نعمل ديزاين لكاونتر بيعد من صفر لخمسه. اعمل ديزاين من جديد مش هاخد الكاونتر المعتاد واقول له امسح عند الشيء الفلاني. ده انا هعمل ديزاين لكاونتر يعد 0 1 2 3 4 5 0 ويرجع يعد تاني. غير الديزاين كله. واضح؟ طيب فهنا زي ما انتم شايفين الاقتصادي ده بيقول لي عند ستيت 6 بتطلع جليتش. شايفينها؟ ادي بتيجي في غير مكانها بس بعد كده بيروح ماسح ويديني صفر. وبالتالي في ستيتس مش هتيجي اصلا بعد. يعني ستيت 7 عمرها ما هتظهر لان انا مش عايزها تظهر. طيب كاونتر ده هيمشي بالطريقه اللي تعمل. صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويعدي بصورة ترانزيانت على ستة ويروح قالب على صفر. سبعة ما بتظهرش خالص. ازاي اعمل ديسبلاي للكاونتر ستيت؟ هنا بنديك يعني ده بيديك مثال ان انت تعمل ديسبلاي باستخدام ليدز. ان انا اجي على كل اوتبوت من الفليب فلوبس الثلاثة بتوعي واروح موصل انفرتر ثم ليد. واضح؟ بحيث لو دي مثلا السي لو كانت السي هاي
بعد الانفرتر هيبقى عندي ايه؟ لو صفر. بينما في عندي ليد وريزيستنس ثم فوق 5 فولت، تمام؟ فبالتالي التيار هيمشي من ال 5 فولت على الريزيستنس على الليد، فالليد تنور. سؤالين، اول سؤال، وانا ليه حاطط انفرتر وليه ما خدتش من السي بار مباشره؟ تاني سؤال، ليه الريزيستنس دي موجوده؟ مين يقدر يجاوب اي سؤال؟ وحدك. عشان اللمبه ما تتحرقش، عشان التيار اللي ماشي من ال 5 فولت للجراوند ها ما يبقاش عالي قوي يحرق الليد، فانا محتاج اعمل ليميتنج للتيار بان انا احط ريزيست، صح؟ طيب ليه الانفرتر اللي موجود؟ ممكن يطلع كرنت، يعني في الحاله العاديه ممكن يطلع كرنت ده بس يكون اقل من ال 5 فولت فماشي كرنت. كويس، قربت من الاجابه. ماشي صح، بس ليه ما خدش من السي بار؟ الاجابه، بصوا يا جماعه، الديجيتال اوتبوتس ما تقدرش تسحب منها تيار ولا تعمل سينكينج لتيار فيها. بمعنى لو انت في اوتبوت الداتا باس بتاعت الكمبيوتر، لو انت جيت على الداتا باس وكان لاين من اللاينز عليه 5 فولت ورحت جاي موصل ال 5 فولت دي على ليد، هتروح سحبه تيار من ال 5 فولت، صح؟ فاصلا ما يقدرش يدي تيار، تو ما تسحب تيار تلاقي الفولت بتاعه راح نازل، فما بقاش هاي، ما يبقاش واحد، يتلخبط. طب امال نعمل ايه؟ لا بص، اللي بنعمله هو الاتي، انا رحت واخد السي اوتبوت موصلها على انفرتر، الانفرتر دي دايره مبنيه واصله على الفي سي سي وعلى الجراوند، فما باجي اسحب منها تيار، التيار ده بيجي من البي سي سي، احنا مش درسنا دوائر الانفرتر الموس انفرتر، الاوتبوت بيطلع من البي سي سي، ما بيطلعش من الانبوت اللي دخل على الانفرتر. واضح؟ فبالتالي الانفرتر دوت انا بستخدمه عشان هو اللي يديني التيار، او هو اللي يعمل سينكينج للتيار اللي جاي من البي سي سي. واضح؟ طيب. انا بالطريقه دي اقدر اخلي اعمل ديكودنج، اقدر اشوف الفليب فلوبس بتاعتي الكاونتر بيقرا ايه. باينري كود الديسيمال كاونتر، في حاجه اسمها ديكود ديكيد كاونتر وحاجه اسمها باينري كود الديسيمال كاونتر. ايه الفرق بينهم؟ باختصار باينري كود الديسيمال، ايه الباينري كود الديسيمال؟ طلع من 0 ل 9، ده اسمه باينري كود الديسيمال. طب ايه الديكيد؟ ديكيد يعني 10. لو في كاونتر بيعد 10 ستيتس بأي طريقة وبأي أرقام فده يبقى اسمه ديكيد كاونتر، طالما ليها 10 ستيتس. لو كانت ال 10 دول 0 و 1 لغاية 9 يبقى اسمه باينري كود الديسيمال. يعني الباينري بي سي دي دوت أصلا جزء من الديكيد؟ اه سبيشال كيس من الديكيد. الكاونتر الاقتصادي ده في 4 فليب فلوبس يعد من 0 لغايه 15، لكن انا عايز اعد من 0 لغايه 9، فهنا بنعمل ايه؟ بمسك ستيت 10 تو ما تيجي امسح الكاونتر، ستيت 10 تو ما تيجي تختفي. مره ثانيه، هو الابلكيشن اللي احنا شايفينه دوت موجود على سينكرونس كاونتر؟ لا، مش ده اللي بيستخدم مع السينكرونس كاونتر، ده مناسب للاي سينكرونس كاونتر. طب والسينكرونس كاونتر؟ عايز ابني سينكرونس كاونتر يعد من 0 ل 9، هعمل له ديزاين من الاول. واضح؟ طيب لو عايز الكاونتر يعد داون بدل ما يعد اب اعمل ايه؟ بدل الاي اي بار وبدل البي بي بار وبدل السي سي بار، فيبقى راكب كده. واضح؟ فبالتالي ده بيعد داون. طب لو عايز الكاونتر يعد اب او داون، عندي مفتاح كده اعمل سويتش عد اب كده يعد داون، اعمل ايه؟ بمعنى اخر انا محتاج ايه؟
محتاج احط سويتش على الاند جيت على الداخل على كل اند جيت، بحيث مره تاخد من الاي ومره تاخد من الاي بار، والفرده الثانيه تاخد مره من البي ومره من البي بار، على حسب انا اخترت اعد اب او اعد داون. واضح؟ هاي فالدايره بتبقى شكلها كده، شايفين شكلها ايه؟ لو انا بعد اب، انا في عندي لاين اسمه اب على داون، لو اللاين دوت هاي يبقى الاند جيت اللي متلون احمر هتبقى اون، دي اللي داخل عليها الاي والثانيه داخل عليها البي والسي. لكن لو حطيت زيرو على الاب او داون الازرق هو اللي هيشتغل. واضح؟ الثلاثة جيتس دول اقدر استبدلهم ب 1 اكس نور جيت، هتعمل نفس الفانكشن بتاعته. اوكي؟ فكروا فيه على مهلكم. ده الكاونتر هيعد بالطريقة دي على حسب، هيعد من زيرو لواحد لو كنت انا مختار اب، اب يعني واحد، يبقى على السهم مكتوب واحد. طول ما على السهم مكتوب واحد لان انت بتعد زيرو واحد اثنين ثلاثة، لكن لو مكتوب صفر لكن انت راجع. فدي ده بيسمى ستيت دياجرام بتاعت الكاونتر. خدتوا الستيت دياجرامز؟ خدتوا؟ لا، ارجعوا راجعوا كمان، ارجعوا راجعوا. طيب بري سيتابل كاونترز، يعني ايه بري سيتابل كاونترز؟ انا عايز الكاونتر بتاعي اعمل له انيشياليزيشن. اوكي؟ عايز منبه يرن بعد 10 دقائق، تظبط المنبه على 10 دقائق وتسيبه يعد لغايه ما يوصل للصفر. فانا بحتاج اعمل سيتنج للكاونتر بتاعي. ازاي؟ طريقه صدنا. بص، انت فاكرين احنا قلنا في انبوتس اسمها الاي سينكرونس انبوتس بتاعت الفليب فلوبس، البري سيت وكلير، دول ما كانوش بيستنوا اي كلوكس في الفليب فلوب، فانا دول اللي هستخدمهم في ان اعمل بري سيت. انا القصادي ده كاونتر فيه ثلاثة فليب فلوبس، التوصيلات بتاعت الثلاثة متشابهة، هنشرح واحد من الثلاثة فليب فلوبس والشرح هينطبق على الباقي. أول حاجة أنا تحت عندي في لاين مكتوب عليه إيه؟ بارلل لود، مكتوبة بي ال شرط، يعني لو جه عليها زيرو هتعمل بارلل لود، لو شلت الزيرو الكاونتر هيعد. يبقى البارلل لود هي اللي بتعمل لي انيشاليزيشن. اوكي؟ طيب لو كان البارلل لود دوت بواحد، ده داخل على انفرتر، فاللي يخرج من الانفرتر هيبقى ايه؟ هيبقى زيرو. تمام؟ بصوا اللي خارج من الانفرتر واصل على الناند اللي فوق والناند اللي تحت، لو دخل على الناند زيرو هيخرج من الناند ايه؟ واحد. يدخل على البريسيت وكلير يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه، مش هيعمل حاجه، كاونتر هيعد عادي. طب لو حطيت على البارلل لود زيرو يتقلب بعد الانفرتر يبقى واحد. تعال نشوف هيعمل ايه فوق عند الاند اللي فوق، الناند اللي فوق هيبقى داخل عليها دلوقتي واحد، دي ناند قبل الانفرتر، يعني الاوتبوت بتاع الاند هيبقى هو ما يسمى بي 2، صح؟ بنتكلم على دي، الخط ده بقى بواحد، يبقى اللي داخل اسمه بي 2 يتقلب يخرج من الناند جيت. لو بي 2 كانت واحد يتقلب يبقى صفر، يعمل سيتنج. يعني لو انت كتبت هنا واحد تلاقي ان الكيو 2 طلعت بواحد. طيب وتحت يحصل ايه؟ لا، تحت انا مدخل في 2 بار في انفرتر هنا، فلو انا كاتب فوق واحد هيتقلب يبقى صفر، يتقلب تاني يبقى واحد، ما يعملش حاجه.
فلو انا عملت سيتنج فوق مش هعمل كلير تحت بسبب الانفرتر اللي موجود ما بين البريسيت والكلير. تمام؟ فانا لو عايز اعمل انيشاليزيشن للثلاثه فليب فلوبس اروح كاتب عايز اعمل انيشاليزيشن برقم كام؟ 5. تكتب ازاي؟ 101. اروح حاطط بي 2 ب1. في اسئله؟ لا اسئله معايا انا مش معاها. اوكي؟ فلو انا عايز اعمل انيشاليزيشن برقم 5 بتبقى 101. فاروح حاطط بي 2 ب1، بي 1 ب0، بي 0 ب1. واروح متكي على اللاين اللي اسمه بريسيت بارلل لود، احط عليه 0. يروح محمل الرقم اللي انا كاتبه على الكلوك على الفليب فلوب. بعد كده اشيل الزيرو من بارلل لود يبتدي يعد. ده بيعد داون. مش كده ولا بيعد اب؟ ده بيعد اب. ده بيعد اب. فانت ظبطته على 5 يقول لك 5 6 7 0 ويرجع يعد. واضح؟ خدتوا الديكودرز؟ اخدتوها؟ اللي هي دي. لو انا عايز اعمل ديكودنج لاي ستيت بجيب اند جيت. لو عندي كاونتر فيه 4 انبوتس 4 فليب فلوبس اي بي سي دي بيديك كام ستيت؟ 2 اس 4 16 من 0 لغايه 15. عايز ابني دايره اما تيجي ستيت نمره 7 الدايره دي تقول لي دي جت طلع لي اوتبوت هاي. ببنيها ازاي؟ ببني حاجه اسمها ستيت ديكودر، حاجه بتتعرف على الستيت. تبقى عباره عن اند جيت زي اللي قصدنا دي بتدخل عليها التركيبه اللي انت عايزها، انت عايز تتعرف على ايه؟ رقم 7. بيتكتب ازاي السبعه دي؟ 1 لا كتب 0 1 1 1. فاروح جاي على الكاونتر ده هنا دول 3 ماشي. لو 3 انبوتس لو 3 فليب فلوبس وانا عايز اتعرف على ستيت 7 يبقى 3 وحايد. فاروح جايب كاونتر جايب اند جيت واصله على الاي والبي والسي. طب لو انا عايز اتعرف على رقم 4 1 0 0 مكان الصفر بتحط بار على الفيريبل، مكان الواحد بتسيبه زي ما هو. فبالتالي انا اتعرف على الستيت بواسطه الاند. ده اسمه اكتف هاي ديكودنج، يعني لما تيجي ستيت يطلع لي 1. لو انا عايز اخليها اكتف لو بدل الاند هتبقى ناند، مش كده؟ طيب احنا نكمل المحاضره الجايه ان شاء الله.